رحلة بدات في أحد أزقة الدار البيضاء. دناس كان عنده حلم، حلم يولي لعاب ديال الكرة من اللي كان صغير. والديه آمنوا به، خسروا عليه فلوسهم باش يشوفوا ولدهم واحد النهار كيف ما بغاو. وهذا الشيء اللي وقع، دناس بالمتابرة ديالو والحب ديالو والهوس ديال الكرة القدم خلاه يحصل على أول عقد احترافي مع الفريق اللي ترعرع معاه وهو الرجاء البيضاوي سنة 2018 برفقة محمود بن طيك. الانسجام ديالهم العالي في فريق الرجاء البيضاوي دفع بفريق سانتيتيان أنه يقدم طلب رسمي للرجاء البيضاوي ويبين الرغبة العالية في انتداب هاد جوج لعاب. دناس بدأ الموسم ديالو تحت الإطار الفرنسي أوليفيي دارغو بشوية بشوية، ومع توالي المباريات دناس كيظهر المهارات العالية وفرض الوجود ديالو باش يرجع هاد الفريق المكانة ديالو ضمن الكبار، خصوصا وهو أنه هاد الفريق هذا هو ثاني فريق فرنسي متوج من بعد البيجي. موسم استثنائي برصيد 47 هدف، قدر يرجع سانتيتيان للدرجة الأولى من الدوري الفرنسي، وشوية بشوية الفريق ولا كيبين التلاحم ديالو، لا من الإطار الفني، لا من المدرب، لا من اللاعبين، لا من الجمهور، هادشي كامل دفع بالفريق أنه يبين الرغبة ديالو العالية باش أنه يدفر بالدوري الفرنسي للدرجة الأولى، واللي بقاو كيصارعوا حتى للدورة الأخيرة من الدوري، فين باريس سان جيرمان قدر أنه يفوز باللقب فارق الأهداف على فريق سانتيتيان واللي تساووا بعدد النقاط ب 72 نقطة، لكن الفريق الباريسي كانت عنده أفضلية الأهداف، وبذلك باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري. وهادشي ما وقفش غير هنا، دناس كان حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف اللي بحوزة لاعب مارسيليا سكوبلار جوزي سنة 1970-1971 برصيد 44 بيت. هالشي خلى دناس أنه يفوز بجائزة أفضل لاعب للسنة، ويصبح محطة أنظار العديد من الفرق هنا في أوروبا. ميلانو، المدينة التي تعتبر من أكبر المدن في إيطاليا، والتي تعد موطناً لاثنين من أبرز وأعرق الأندية في إيطاليا وأوروبا، وهما إنتر ميلان وميلان، والمعروف بديربي ديلا مادونينا، واحدة من أكثر المباريات مشاهدة في العالم. حيث إن إنتر ميلان شهد تأسيسه سنة 9 مارس 1908، والملقب بنيراتزوري، والذي يدل على اللونين الأساسيين للنادي أي الأزرق والأسود. فإنتر ميلان هو ثاني فريق متوج بالألقاب في إيطاليا تحت يوفنتوس، وكانت آخرها تحت قيادة سيموني إنزاغي الذي لعب رفقة بياتشينزا ولاتزيو كلاعب محترف، ليصبح بعد ذلك مدربا للنادي. وفي سنة 2021 انضم لنادي إنتر ميلان، حيث تمكن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، وبعد خسارته ذات الأذنين عبر سيموني إنزاغي عن رغبته في ضم مهاجم يترجم نصف الفرص إلى أهداف عكس لوكاكو، وأبدى المدرب إعجابه بالمهاجم المغربي ذو 20 ربيعاً دناس، حين قدم نادي إنتر ميلان عرضاً لفريق سانت إيتيان بقيمة 120 ألف يورو. أول حاجة مرحبا بك في هذا البرنامج هذا، اللي كنعرفوا به على اللعابة اللي عاد التحقوا بالفريق. أول سؤال ديالي غادي يكون هو علاش خسرت العرض ديال إنتر ميلان على باقي الفرق؟ فهو أول حاجة اختارت هذا الفريق هذا لأنه أول حاجة في الدوري الإيطالي، وهذه القضية هذه صراحة كنت كنفتقدها في الدوري الفرنسي، هو الكومبيتيتيف، يعني هذاك الريتم الطالع اللي كنعرفوا به الطاليان. وصراحة يعني جاوني بزاف ديال لي زوفر، الاغلبيه كانوا من دوريات واحدة اخرين اللي صراحه ما كنتش مانتريسي بهم صراحه يعني. فكانوا جاوني جوج العروض صراحه من الدوري الايطالي، واحد ديال نابولي واحد هو ديال انتر ميلان، واللي ارتحيت فيه صراحه يعني قلت علاش لا انني نجرب شي حاجه اللي هي جديده، ونتابعت المسار ديال اللعابه اللي كانوا سبقوا كحسين خرجة وحكيمي، فهذا الشيء غادي يخليني انني نطور من راسي اكثر، وانني نديفلوب راسي ان شاء الله من القدام. بغيت نعرف الاهداف ديالك مع نيراتزوري. الصراحه الاهداف ديالي مع نيراتزوري بيان سور ما كاينش شي لعاب غادي تسولو هذا السؤال هذا وما يقولش لك باغي يحقق معهم شي حاجات كالقاب يعني الحب ديال الجمهور، يعني ضروري هذا الشيء هذا خصنا نخدموا عليه، سورتو انه انتر ميلان العام اللي فات كيف ما شفنا كانوا خسروا الفينال ديال الشامبيونز ليغ ضد مانشستر سيتي. فجبونس سيموني حتى هو باغي هذا الشيء هذا، داكشي علاش هو دابا حاليا كيدير بزاف ديال الانتدابات، هذا الشيء كامل باش اننا نطوروا ان شاء الله في الفرقه ديالنا، واننا نعطيو كل ما عندنا ان شاء الله باش اننا نعطيو واحد الريتم زوين ان شاء الله، ونجيبوا شي القاب اللي صراحه الجماهير ديال انتر ميلان تعطش عليه بزاف. انت كتلعب ليمنيه بليسريه تقريبا في كاع لي بوست، واش كتشوف راسك غادي تناسب مع التشكيله ديال سيمون انزاغي، واش غادي تعجب؟ يا فري
الحاجة اللي زوينة فيها هو كنلعب برجلية بجوج. هادشي هذا صراحة كنت اكتسبته مع الفريق ديالي ديال سان تيتيان، لحقاش كانوا عندنا دي مونك في لي بوست، فكان المدرب ديالنا كان كيوظفني في اي حاجة، يعني في اي بوست كان كيوظفني فيه، وكنت كنقضي الغرض. يعني كنت لعبت ديجا ار بي ال بي، كنت لعبت سي ام، كنت لعبت اس تي. فانا عارف ان التشكيله ديال سيموني يعني صراحه مختلفه على التشكيلات اللي كنعرفوهم يعني ديال الفرق الوحده الاخرين. الاغلبيه كيلعبوا بالتشكيله الكلاسيكيه ديال 4 4 2. سيموني انزاغي عنده واحد التشكيله اللي هي مغايره، اللي هي 3 5 2، فممكن يلعب بجوج ديال راس حربه، يعني غنكون انا سوا لوطارو سوا تورامي الا كنت اساسي بطبيعه الحال مع الفريق. فهادشي هذا ضروري ضروري انني خصني نتادابتا، خصني انني يعني في اي بلاصه حطني فيها فخصني انا نعطي ما في جهدي، وانا نوصل ان شاء الله الفكره ديالو وداكشي اللي باغي يطبق وسط الملعب نحاول انني نطبقه على ارضيه الملعب. اكيد الحاجه اللي كتمتاز بها هي السرعه ديالك، ولي ستاتستيك هما اللي كيوضحوا هادشي. هذا العام اللي فات صنفتي بين اسرع اللاعبين، ما كرهتك توصف لي راسك بكلمه؟ صراحه السؤال زعما ما عرفتش، ولكن الكلمه اللي نقدر نوصف بها راسي هو كيلكان ديسيبليني. يعني انا شو ديسيبليني، كنتريني في الصباح، كنتريني في العشيه، كنتريني قبل من النعاس، كنتريني مورا النعاس، يعني حياتي كامله مفوكسي على لي زونطريمون. هادشي كنحاول انني نطور من راسي كل نهار باش انني نكون في البيرفورمانس العاليه ديالي. فلا كانت كلمه واحده صراحه نقدر نوصف بها راسي، وهي انسان منضبط نيشان اغارس اغارس. انت عندك تجربه مزيانه مع المنتخب، وهذه اول تجربه ديالك في سيريا، واش كتشوف راسك غادي تقدر تادابطا في هذا الدوري هذا اللي الريتم ديالو طالع؟ شوف، هو يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك انه غادي تكون المهام زعما المهمه ديالنا سهله هذا العام. هذا امبوسيبل. احنا كنعرفوا الدوري الايطالي، كنعرفوا الدوري الايطالي باللعابه ديالو، يعني سي دي جوغ زعما عندهم دي كاليتي اللي واعرين اللي طالعين بزاف، باش ما نكذبوش على راسنا. ف يعني كيف ما قلت لك حتى حاجه ما غتجي بارازار، اي حاجه كانت غادي تجي فراه مرسوم ومخطط ليها. احنا ما علينا الا نسمعوا التعليمات ديال المدرب، حنا نابليكيو داكشي اللي خاصنا ندير وسط الملعب. نلعبوا بلا غرينتا اللي معروف، هادشي اللي معروف به الطاليان تفاصون، يعني لا المنتخب ديالهم لا كاع الفرق اللي كيلعبوا سواء محليا ولا دوليا ولا خارج زعما خارج الطاليان، فراه كيلعبوا بهذه الطريقه، يعني كيلعبوا بطريقه اللي هي سواء رباح سواء تعادل، مي امبوسيبل خسر. هادشي اللي غادي يكون ان شاء الله، هادشي اللي غادي نحاولوا اننا نديروا ان شاء الله. الجمهور في ايطاليا كبير وكبير بزاف وكيعشقوا كره قدم، خصوصا ديال انتر ميلان. شنو هي الكلمه اللي تقدر تعطيها للجمهور وباش كتوعدهم؟ صراحه زعما انا اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور الكبير ديال انتر ميلان على الترحيب ديالهم وعلى يعني كل شيء. صراحه يعني من صراحه كلهم استقبلوني بواحد الاستقبال اللي زوين بزاف واللي عجبني. فالعاب ملي كيجي اول مره بحال هكا وكيشوف هذا الاستقبال الكبير، بيان سور هادشي كيعطي واحد الدفعه معنويه، وانا الحمد لله يعني الحوايج اللي نقدر نتوعد بهم الجمهور ديال الانتر هو انني غادي نكون زعما كيف ما بغاو، يعني غادي نحاول انني نكون ابليكي في التيران، وان شاء الله ان شاء الله اسبيري وعام زين ان شاء الله. علاش لا نمشيو بعيد في البطوله وكذلك في الشامبيونز ليغ.
اول حاجه غادي نديرو هو اننا غادي نبدلو النمره ديالنا الاخوان اللي ولات النمره 9. تشوفوا ليا قول لي كي جاتني ها هي قبل ما نمشي رونالدو ناصاريو. اذا هنا اول حاجه النمره 9 وغادي خصنا اننا نبدلو ليه التحسينه بيان سور، ومن موراها اللحيه. اللحيه ضروري دابا حنا كبرنا اللحيه اخويا. شوفوا ليا ها ناضي لو ناضي اش غادي نبدلو اللحيه، ما نخليوش هاد القادومه هادي ناري ناري. لا 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 هادي كتبان ليا مزيانه، كبرنا الاخوانا كبرنا كبرنا. اوكي دابا اللعاب ديالي تيبان لعاب واش من لعاب، وفهمونا الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا كيقولنا باللي جمهور انتر متحمس لوصول داناس. يشهد اليوم وصول داناس الى ملعب تدريب انتر بعد انتقال من المؤكد انه سيثير الحماس. من المتوقع من اللاعب البالغ من العمر 20 عام نورمالمون 20 عام ولكن انا راه عندي 29 عام ان يعزز مركز هداف، وقد اثنى انزاغي على مهاراته. بدأ مدير انتر المتحمس حديثه بقوله: عندما رأيت هذا الشاب داناس وهو يلعب علمت انني ارغب فيه في فريقنا. واضاف قائلا: راقبوا اداءه وستعلمون السبب. خويا انزاغي حقرتيني نتايا، حقرتيني راه انت غتشوف مع الوقت كي غادي نوليو ان شاء الله. شوف اثق فيا اثق فيا ما تضربش الحزمه. واول حاجه كيف ما كتشوفوا معنا هادو هما الفراق اللي غادي نلاقيوهم ان شاء الله في هاد لا سيزون هادي. عندنا مونزا، عندنا بيرغامو كالتشيو، عندنا بولونيا، كالياري، امبولي، فيورنتينا، جينوا، ايلاس فيرونا، لينتر الفريق ديالي، اليوفي، لاتيوم. لاتيوم كنظن الصراحه ما عرفتهاش واش سميت الفرقه سميتها لاتيوم، الله اعلم، كتبوا لي في الكومونتير. ليتشي، لاسي ميلان الاخوان، نابولي اللي مبدل لها اللوغو حيت ما عندهمش الرخصه، روما حتى هي روما ما عندهمش الرخصه ديالها، سيليرنتانا، سامبادوريا، ساسولو، تورينو، واخيرا اودينيزي. ولكن شي رساله غادي نقدروا نعطيوها هو اننا خاصنا نصدروا هذا الدوري هذا. وكيف ما كتعرفوا في كل صيف كنوجدوا المباريات ديالنا، وهاد المباريات هذه كتكون في كاس الصداقه اللي هو هذا واللي ملعوب في استراليا واللي مشارك فيه الانتر، فيا ريال، ريال بيتيز، واندير ريس، ويست هام، الفريق ديال نايف اجرد، مانشستر يونايتد، فيكتوري، واخيرا مالبورن سيتي. كيف ما كتشوفوا راه حنا بدلاء الاخوان، فخاصنا نبينوا في هاد الماتشات هادو شي نيفو زوين للمدرب باش انه يثق فينا ان شاء الله في البدايه ديال السيريا. اوكي ليتس جو الدراري، اول ماتش غادي يكون عندنا نهار 26 يوليو 2025 في كاس الصداقه ضد ويست هام. اي ها سيدي غنلعبوا مع الفريق ديال نايف اجرد، وغادي يكون اول ماتش ديالنا بالقميص ديال الانتر الاخوان، وحنا لاعبين مباريات وديه. اوكي فيلا نشوف شنو غادي نديروا، وغادي ندخلوا بدلاء في بلاصه لوطارو. لوطارو اسمح لينا ولكن اخويا جا داناس، فهمتي دابا داروا شونج وشافوا انك انت ما فيكش الفايده، جابوني انا باش انني ندير خدمه نقيع لك انت، فهمني يا صاحبي. اذا على بركه الله، يا سلام يا سلام، لوطارو مارتينيز غيخرج في هذه اللحظات وغيدخل اللاعب الكبير داناس. وليت كنبان مبدل في وجهي صراحه، وليت كنبان في شكل في وجهي الدراري. اذا شنو كيطلب منا انزاغي؟ انزاغي كيطلب منا اول حاجه تسديدات على المرمى، نديروا تسديده واحده، اهداف بتمريرات حاسبه، يعني خصنا نحط باس ديسيزيف، وتقييم ديال المباراه اللي على 0.5 وانا داخل في الدقيقه 60. ناري دابا فرقه جديده داكشي في شكل. يلا باقي ما شديتش كره، بغيت نشد الكره الاولى ديالي باش نبين لهم شكون انا. اول كره كنشدها بلان، اول باس ديالنا. هاد الفرقه هذه كنقول انه غادي واعره واعره، بلاتي بلاتي حتى من بعد نقول لكم مالها. اوكي سير تورام، سير تورام، ها هي اخويا، يلا سير جبد عليها جبد عليها. كنقول ان هاد الفرقه هادي غادي ندير معاها شي حاجه، سورتو انه ماشي بحال سانتيتيان. سانتيتيان كنت كنلعب بوحدي غير انا اللي لاعب، وباكيتا كره عند باكيتا، ولكن ريميرو ريميرو هاد الحارس هذا الله يكون معنا مزيان. ملي كيكون عندنا شي جول ناضي كنكونوا حتى حنا ناضيين، فالله يكون مزيان هاد السيزون هذا ويعتقنا بزاف. شي واحد يجي يعاونني هاكا اخويا بشويه عليك، سير دوز يلا تورام، يلا تورام هرب معايا، تورام هرب معايا. داناس مشى، داناس مشى، داناس مشى. اول محاوله او غيحاول يدخل او يحاول يتوغل، هو الباس هنايا واعره برا تورام. شكال عرفتي ما مولفش هاد الفرقه هادي، والله ما مولف، كنحس براسي ماشي هو انا ما عرفتش. الكره كتمشي عند كودوس من الجهه اليمنى، كيحاول انه يعليها. لا 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 هادي خيبه، هادي خطيره. كامارا كامارا كامارا، الفاريس الفاريس، كامارا كامارا، بوين بوين، انفسونال. يلا خوتي يلا خوتي يلا خوتي، حيدوا لنا الكره. جي جي خويا ريميرو، فيقوا معنا الدراري فيقوا. يلا واخا مباراه وديه ولكن خاصنا نكونوا ناضيين فيها، واسمحوا لي. يلا هذا نتقداوه، خويا في عمره هنايا، سير سير سير، واعره واعره خويا. يلا خاتورام، يلا خاتورام، جي جي خاتورام، باور شات تقب.
هذا الدراري ما كدبش عليكم مشى للصيف في قاعه البرونزاج والعواصر والدر كره دابا خاصو فهمتي الله يتاقلم دابا فهمتو كره كتمشي عند اونال لعند باكيتا كنظن هذا بيت كنظن انه بيت يا ربي السلامه كتمشي بعيده الضحك الخايب بلان دوز هيا سير يلا دوز بقى دقيقه بليز نجيبوا الرباح اخويا علاش كتضيع لنا كوره بحال هكا صاحبي هي اخر دقيقه اي اخر محاوله بوين وبهذا كيعلن الحكم على نهايه المباراه بالنتيجه ديال 0-0 تعادل سلبي صراحه كنا كنقولوا نقدر ندير واحد النيفو احسن من هذا باقي مضر اجمع راسك اخويا راه انزاغي خصو يتيق فينا ما درت والو في هذا الماتش اليوم ما كانش بيان سور كاش ماتش سهل كانت مباراه صعبه بزاف ما درنا داكشي اللي علينا حاولنا اننا نكونوا بروفيسيونيل اننا نجيبوا 3 بوين ماشي اللي مطلوب من المدرب واش اللي مطلوب مننا دابا كهو في الجديد على الفريق ديال الانتر كيف ما كتشوفوا اول ماتش ديالنا الله يستر مع الله يحفظ لبقينا بهذا النيفو هذا ما حنا بخير اذا كيف ما كتشوفوا المهام ما درنا حتى شي مهمه من المهام اللي طلب منا المدرب فين كيولي الترتيب على الشكل التالي ريال بيتيس وفيا ريال ومانشستر يونايتد كيربحوا هذه الماتشات ديالهم وكيوليو هما في المرتبه الاولى حيث اننا حنا ويست هام بما اننا تعادلنا فنقطه لكل فريق واندريرز ومالبورن وميل فيكتوري بما انهم خسروا مع ثلاثه الفرق الاولين اللي هما بيتيس فيا ريال ومانشستر يونايتد فهما كيديلوا الترتيب بصفر نقطه والأنشطة تيقولوا لي بلي الأداء منخفض المستوى في المباراة يلا بدينا في الكريتيك هادشي راه فشكل حنا يلاه قلنا بسم الله راه مازال ما عارفينش الفرقة كيدير وفهموني دا شنو خصني نقول أكد على أن هذا الأداء لن يتكرر مرة أخرى ذكر الجميع بمدى البراعة التي لعبت بها في المباريات السابقة يعني ملي كنت مع سانتيتيان أولا نشر على شبكات التواصل الاجتماعي قائلا أنك تعرف بأنك لم تكن في أفضل حالتك لكن تريد أن تشكر زملائك في الفريق والجماهير لدعمهم لا ماشي مشكل غادي نكتب هادشي هذا في انستغرام ديالي اللي هو هذا دانس بون تي في فغادي ناخذو غنشكروا الجميع بالدعم ديالهم داكشي ونقول لهم ماشي مشكل حنا راه مازال مطولين معاكم ودابا الماتش الثاني ديالنا في المباريات الوديه اللي غادي يكون ضد ميلبورن سيتي واللي هما خسروا الماتش الاول ديالهم حنا كنا تعادلنا ولكن هادشي ما كيهمش صراحه هادو المباريات الوديه فين كانت ادابطاهم على الفرقه ديالنا فكنظن انني غادي ندخل بعدا كيف ما كتشوفوا معايا انزاغي مازال ما تيقش فيها الاخوان حنا خصنا نديروا اي حاجه باش اننا نكسبوا الثقه ديالو خصنا نديروا المهام اللي كيطلب منا بيان سور اذا رابحين بواحد الزيرو انا غندخل هاد المره في بلاصه تورام يعني دابا هي لوطارو وتورام يعني واحد غندير ليه بلاصتو ولا هما اللي غيديو ليا بلاصتي فخصني نكون الدراري الناضي فغادي نمشيو ونشوفو شنو غنديرو في هاد الماتش هذا وداناس غادي يدخل في بلاصه تورام شتوني هذا انا ما شريت شتوني شريت البيض الزرق اوكي اذا غادي نديرو المراوات ناجحه اهداف بتمريرات حاسمه والتقييم ديال المباراه وانا داخل في دقيقه 60 مزيان دقيقه 60 جيجي بغيت نهرب الصراحه اوكي مزيانه يلا سير نتايا لوطارو تسديده قويه باريه ما شفتيش باريه انزاغي ما تعصبش بشويه علينا بشويه خرج لي هنايا جيجي واعره تريفيلا سيزو يلا بادين مع الفرق يلا بادين صاحبي لا كنلعبوا لا كندوروا كره هذا الماتش كندوروا كره خويا سير خلو طارو جيجي هنا اوكي هيا سير باس طويل جيجي حطينا باس ليتس جو حطينا تمريره حاسمه يلا اول باس ديالنا الدراري ليتس جو راه فيا من ماركي ولكن انا الدراري كنفكر بعيد كنفكر ان انزاكي خصو يثق فيا ويدخلني في اول ماتش ديالنا في السيري ا يعني الدوري الايطالي انتيليجنتي هنا اوكي بشويه علينا هاي خويا في عامره يلا بشويه عليكم ديزا واعره ها هي باس لا 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 تاني باس ديالنا تاني باس ليتس جو باري هذا ما طقتش هاد باري هذا ما حتش ما حاولش ليه السميه ديالو بشويه علينا اوكي الكره كتمشي عند طالبوت في الجهه اليمنى ما ماركيوش ما يقلصوش الفريق كاع هكاك دفاع صلب لاحظت واحد اللعيبه انه ما كيتماركاش علينا ودي حاجه زوينه داناس مشى داناس غادي يقلب هذا غادي يمشي داناس وباور شوت ان شاء الله دوماج دوماج كرجع بشويه هنا دغيا سير خويا في عمره دوز اخذ ناس سير هاي باس هنا زوينه كيقطعوا لي كوره دراري خصنا نمشيو نجيبوا كوره اجي هنا ها دخل تيري دابا ما بغاتنيش هذا الماتش لا الماتش اللي فات عاود خرج لي خصنا نجربوا التريفيلا خصنا نجربوا التريفيلا ما يمكنش اخويا الدفاع هذا صلب ما يمكنش اخر محاوله
يلاه ما يماركيوش علينا فيها نساليو الماتش ب 3-0 غتكون شي حاجه زوينه. هاكك هاكك جيش يا الدراري جيش يا الدراري يلاه سيف لا الاربيط. وبهذا نهايه مباراه 3-0 وحطيت جوج باسات ليتس جو. كانت الماتش سهل كانت مباراه صعبه بزاف ما درنا داكشي اللي علينا حاولنا اننا نكونوا بروفيسيونيل اننا نجيبوا 3 بوان. هادشي اللي مطلوب من المدرب وهادشي اللي مطلوب مننا دابا كهو في الجديد على الفريق ديال الانتر. او كيف ما كتشوفوا ليا درنا كلشي درنا المراوغات ناجحه الاهداف بتمريرات حاسمه والتقييم ديال 8.7 من اصل 7.5. هذا الماتش هذا كنا زوينين كنا ناضيين وبينا المدرب انه حنا ماشي طماع ماشي حيت انا استي خصني انا ضروري نمارك يعني ممكن انا نفرق مع صحابي وهذه حاجه واعره. وفي الاخبار كيقول لنا يسجل باريا هدفي الفوز الذي حققه انتر على ملبورن سيتي. كان باريا في مستوى فائق مع فريق انتر بتسجيله هدفين قاد فريقه الى تحقيق الفوز ضد ملبورن سيتي بنتيجه 3-0. الله يا ودي اخويا باريا راكم ما كنتش ما كنتش غتمارك ديك جبيوت فهمني راكم شديتو ما نجبدتش عليهم راه ما كنتيش غتمارك يعني دايز دايز هادو راه المباريات الوديه دابا كنغمق عليهم فهمتي دابا الواحد هو اللي غمق دابا عاد من بعد فهمتي راكم عارفين ندخلوا السيريا ما كاينه الطبيعه. يلا عطوني الترتيب دابا نشوف الترتيب ديالنا. مزيان مزيان المرتبه الثالثه زوينه تحت كل من فيا ريال بسته ديال النقاط وكنتعادلوا مع ريال بيتيس مانشستر يونايتد بربعه النقاط وتحتنا كل من ويندرز اللي عندهم ثلاثه النقاط ويست هام بنقطه وميلبورن سيتي ومن فيكتوري بصفر نقطه متدايري الترتيب. ودابا الاخوان غادي نمشيو مع اخر ماتش عندنا في المباريات الوديه مورا هذا غادي نبداو الحوايج اللي هما سيريو. الماتش ديالنا الاخر غادي يكون ضد ويندرز واللي عندهم ثلاثه نقاط وحنا اربعه نقاط فواش غنديوها ما غنديوهاش الله اعلم. هذا الماتش هذا هو اللي غادي يبين لينا شنو غادي نقدروا نديروا. وكيف ما كتشوفوا هذه هي التشكيله ديالنا. اذا انا ما كنكونش راس حربه صريح يعني ديما كنلعب حدا شي واحد سوا تورام سوا مارتينيز. وهذه التشكيله ديالنا عندنا ريميرو بافار باستوني وبيسيك كنلعبوا غير ثلاثه المدافع وفي الميليو كنلعبوا بخمسات اللعابه ايها سيدي اغومي باريا اسلاني غنابري ودي ماركو وانا ومارتينيز. يعني تشكيله مغاير على التشكيلات اللي موالفين كنلعبوا بهم داكشي علاش خصني نتادابط مع هاد التشكيله اللي هي جديده. والحاجه الزوينه اليوم هو اننا غادي نلعبوا رسميين ايها سيدي غادي نلعبوا اول ماتش ديالنا رسميا كيف ما كتشوفوا لوطارو هو اللي كيهضر معانا وكيقول لنا شنو خصنا نديروا شنو ما خصناش نديروا فشنو كيطلب منا انزاغي في هذا الماتش هذا الاستحواذ ديال الفريق تمريرات الهجوميه والتقييم ديال المباراه لا يقل على سبعة. يلا على بركة الله وأولى اللمسات ديالنا في هذا الماتش هذا باقي ما ماركيناش الإخوان دابا جوج الماتشات هذا الماتش هذا نورمال خاصنا نبينوا لهم. أوكي دي ماركو دي ماركو حاول دير شي حاجة شي حاجة شي لقطة هنايا هنايا واعرة ما عرفتش علاش اللعاب ديالي باقي تقيل. الكرة كتمشي عند بينيتو بروك بروك وتسديدة قوية يا 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 الله قلنا بسم الله. أوكي سونتري واعرة هكا يلا خلو طارو هي قبيت ويلي ويلي البيوت ديال جوج دريات والله الا ماركينا بالله سير هكاك عطيني امو. يلا لاعبين الدراري اصلاني واعره تريفيلا تريفيلا وايا الرب العالي وانا ما فهمتش مال هاد اللعاب ولا عندي فاشل. وديتها وديتها واعره لوطارو هكا خويا يلا الدراري يلا الدراري جيبوها جيبوها شو ما عليكم كتضيعوا هاد الكواري شو انا كنفرق معاكم تيخ فيكم الدراري واعره واعره ما كيبغوش يحطوا لي ما عرفتش علاش باقي ما تيقينش فيا خوتنا والله خصني نفرض الوجود ديالي. انا غترجع لي الكره انا عارفه غترجع انا عارفه قاري فيفا قاري زيد هنايا ها ها وبيت ان شاء الله سجل يا تاريخ سجل يا تاريخ اول الاهداف ديالنا ليتس جو ليتس جو اولى الاهداف ديالنا ويلي على بيت الدراري حنا ما كنماركيوش بيت عالي حنا في المهام الصعبه حطوا لي شي كره اللي هي مقتوله دانا السي ماركيا سيرينا حيد عليه البيوت الملاح بحال البيت ديال لوطارو لوطارو مزاح مساطحه مسكينه حتى ولا خاشيه صاحبي شو البيوت الناضيين يلا انا تيخفك هيا واعره واعره غندير هذيك ها غندير هذيك ها وتريفيلا ان شاء الله نسيت شويه نسيت شويه على الباقيات ولكن حنا راجعين حنا راجعين بشويه علينا يلا سير خا واعره سير نتايا يلا ملعوبه ملعوبه خطيره لوطارو لوطارو برو ما تحمقنيش ما تبقاش تهبل عليا خا لوطارو وفهمني يا صاحبي سي با غاف سي با غاف الميطه الاولى كنساليوها بالنتيجه ديال 2-0 ماركينا بيت اول الاهداف ديالنا شي حاجه اللي واعره يلا الميطه الثانيه نكونوا احسن يلا سير
يلا بيليا 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 واعره هذا بيش هذا ما غنسكلهاش هذا ما غنسكلهاش ليتسكو عرفتها عرفت اننا غادي نماركي حتى انه الهداف انه السفاح انه دناس سالينا هاد النمره ديال سعود ما لابسيناش غير هكاك لابسينا حيت اننا خصنا نديروا واحد الدور اللي هو رونالدو نازاريو خصنا نكونوا الهداف التاريخي ديال هاد الفرقه هادي حيد عليه هكاك الماتش الاول ديالي ديال الدوري الايطالي خصني نكون رسمي ما يمكنش نكون احتياطي اسمح لي يا اخويا هو هرب هو هرب شوفني ها ناري 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 ها يا اخويا لوطارو سير يلا بيه ليا انا شوف انا كنقول ليه لوطارو خويا ممكن تثق فيا راه نقدر نلعب انا وياك ان دوات ما تخممش خرج لي يا خويا خرج لي ها ها الكواري الملاح ها الكواري الملاح الهاتريك الهاتريك قلت له يكون بحال هكاك ولكن نقول عندهم مسكين بشير هذاك راه ماشي يقول هذاك راه شي لعاب وحطوه في البوطه والله العظيم شو شو ما شديتها بالصدر مع قبل ما تنزل قبل ما تحط في الارض صيفطتها يلا خلو طارو انا لعبت لو طارو ولكن نشوفوا راسنا مع تورام كيفاش عاوتاني فهمتي تورام ممكن نتفاهم انا وياه لو طارو صراحه شويه طماع ايه ايه او كدرت ليه سير خا تورام يلا خا تورام بين لينا يلا دخلتي ممكن تماركيت انتيا وتشارك معنا في الاهداف يا سيدي ولكن كلشي من التمريره الحاسمه ديال داناس الاخوان حط لي الباس بالمليمتر يا حبيبي يلا الدراري جيبوها الدراري جيبوها الدراري هي يا اخويا هي ناري على بيسك تغير ماركي كيدير يلا نديها او ديسا بلان يلا خاتورام بيت الثاني ديالك بيت الثاني صافي حيد عليا ولكن كلشي جاي مني انا والله الا درت شوف احسن ماتش درته هو هذا سالينا بالرجوله علاش حيت الماتش الجاي غنبداو الدوري الايطالي فانا في هذا الماتش هذا بالضبط كنخص ندير اي لعبه بالرجوله وبهذا الحكمه سوف تعلن على انتهاء المباراه بحصه عريضه وعريضه جدا 6-0 الدراري مي اوم دو ماتش اول مره غنديو اوم دو ماتش شي حاجه اللي واعره ثلاثه البيوت هاتريك الحاجه اللي كتمكننا من اننا نديرو المهام بثلاثه اللي هي استحواذ الفريق التمريرات الهجوميه وتقييم المباراه ورابع حاجه واللي هي طلعنا اساسيين في التشكيله يعني لوطارو ولا تورام بجوجهم مهددين باش انهم يبقاو على دكه البدلاء حيت داناس الاخوان واش داناس جيت لعندهم حتى الانتر وبغيت يريح في شونجمون ولا وفهموني او تيقولوا لي بلي درت واحد الاداء اللي هو عالي المستوى فشنو كيخصني انني نقول مع الفريق ديالي عندي سواء نشجع راسي سواء نمدح الزملاء معايا في الفريق او واصل العمل بجد صراحه ما عرفتش شنو هما الحوايج اللي نتكونسونطر عليهم بزاف واش نقاط المبدع ولا نقاط القلب النابض ولا نقاط المتفرد نتوما غادي تقولوا لي في لي كومونتير بيان سور هنا وحده ركزوا عليها وعلاش كيف ما عارفين راه الكومونتير ديالك غادي يطلع في الحلقه الجايه ان شاء الله باش فهمتي نتجاوبوا مع بعضياتنا غير هو حاجه وحده ما بغيتش ديك عندما يعود داناس يعود السعاده صافي لقاو شي حاجه اخرى اللي دارها انا بغيت لي حبوبه في صبعه لقاو شي حاجه جديده دابا راه مدانا عاود ثاني فهمتي يلا وسيداتي وسادتي الحاجه اللي زوينه بزاف هادشي كامل هو انه كنتصدروا هذه البطوله هذه اللي هي كاس الصداقه وكنديوها اي سيدي ديناها كيفاش ما عرفتش حيت ما لعبناش كاع الماتشات ولكن كتلعب لنا غير ثلاث الماتشات واللي كيجي هو الاول هو اللي كيدي هذه البطوله هذه شي حاجه اللي زوينه اول مره غادي نجيو غنديو شي بطوله اللي واخا غير وديه غنديوها هادشي غيعطينا الثقه في راسنا من هنا لقدام ان شاء الله واول ماتش غادي يكون عندنا في الحلقه الجايه الحلقه ديال غدا وقولوا لي نتوما في لي كومونتير معاش بغيتوها واش قبل الفطور ولا من بعد الفطور نتوما اللي غادي تحكموا اوكي الا قلتوا لي قبل من الفطور فغنولي نحط عليكم بساعه قبل من الفطور ولا سينو حتى مورا الفطور يعني ابتداء من الحلقه الجايه رسميا غينطلق الدوري الايطالي فهادشي اللي كاين بالنسبه للحلقه ديال اليوم كنتمنى انها تكون عجباتكم راكم شفتوا تمارا اللي ضربنا مشينا لميلانو اللي مازال ما تفرجش في الفلوق فراه غتلقاوها في لاشين اللي هي الفوق اللي غتلقاوها غير هنايا اللي هي داناس اوف سيروا تفرجوا في الفلوق شوفوا كيف السين مع الفرقه شنو هما لي زيتاب اللي كاع لي دوزنا باش اننا نخرجوا لكم هذا الفيديو بحال هكا كيف ما كتشوفوا بها بهاد لا كاليتي هادي اللي كنحاولوا نخدموا عليها كل سنه يعني كل عام كنقولوا غادي نديروا مهنه لاعب فكنحاول انني نخدمها بواحد الطريقه اللي كتكون احترافيه اكثر فاكثر فلعجبكم الكونتون يا الاخوان ما تنساوش بيان سور زر لايك 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 شوف هاد الحلقه هادي بغيت فيها الماكس 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 ديال اللايك واللي مازال ما اشتركش في القناه فاش كتسنى رمضان هذا فاش كتفرج دوزيام الرباط الحموضه فاجري معنا كان معكم داناس تنقول لكم Hey, popping like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little something you could talk.